نحن ولله الحمد في الدولة قائمين بعمليات الاستمطار من فترة طويلة. فالاستمطار عبارة عن تحفيز السحابة في أنواع معينة من السحابة اللي نحن نسميها بالعادة السحب الركامية لوجود تيارات هوائية صاعدة وهابطة. فنحن عن طريق الأبوريشن أو غرفة العمليات نقوم بإصدار الأمر للطيار بالإقلاع لدراسة السحابة في البداية. فلما الطيار يقوم بدراسة السحابة يعطينا التارجت المحدد أين هو الأب درافت أو الهواء الصاعد والهواء الهابط. فنقوم بإحراق الشعلات الملحية عبارة عن أملاح طبيعية ليس لها أي تأثير جانبي وليس لها تأثير في البيئة، ولكن هي عبارة عن أملاح لتحفيز السحابة ولتجميع قطرات المياه، بدل ما تكون قطرة صغيرة جدا تكون قطرات ثقيلة وكبيرة في الحجم فيؤديها أو يؤدي ثقلها وكبرها في الحجم إلى السقوط إلى الأرض. فهذه عبارة عن عمليات الاستمطار بشكل عام. طبعا نحن عندنا في ستراكشر كاملة، عندنا صور أقمار صناعية وصور رادارات تساعدنا على تحديد أماكن السحب الممطرة.